إذا كان هناك أي أخبار جديدة أو ما إلى ذلك. دعوني أول شيء أرحب بالأخ الجميل الحبيب أستاذ عاطف عولي، ونحن تزامنا في سوريا الحبيبة، وهو رجل مشهود له في ساحات المعرفة السياسية والنضالات من زمن بعيد، فله التحية ولكم جميعا في هذا المساء. هذا أولا. زي ما تفضلت يا أستاذة، الآن الوطن يمر بمرحلة خطيرة. أنا أفتكر هذا الانقلاب زاد الوضع تعظيما، وأدخل البلاد في وضع حرج معقد جدا. الآن لو ملاحظين أنه في مساعي على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي، ووساطات جارية، وكل لمحاولة حل ترتيب البيت السوداني مرة أخرى. أنا أفتكر ما أقدم عليه البرهان يعني لم يكن سليما ولم يكن موفقا، وكان بمثابة انقلاب عسكري. هذا الوضع الأصل، إحنا في وضع يعني ما بعد الثورة وما بعد الحكومة وبعد الوثيقة، لا تزال البلاد تحاول أن تنهض وتستنهض بعد 30 عام الكالحة اللي كنا فيها في زمن الإنغاز المشؤوم، ومجرد يعني خلافات كان ممكن تحل بمزيد من الحكمة والبصارة والتبصر ما بين المكونين المدني والعسكري. ولكن أنا أفتكر ما تأخذ القرآن أعادنا إلى الوراء كثيرا، وأوقف عجلة التسارع نحو ترتيب البيت السياسي من الداخل. أنا أعتقد الآن في أخبار وفي تسريبات إنه في محاولة يعني لم الوضع، محاولة إعادة ترتيب الأمور السياسية. أنا سامع اليوم أخبار وتسريبات إنه في ربما صلاحيات أكبر ل دكتور حمدوك على اساس انه يكون في حكومه تكنوقراط، ولكن زي ما شايفين مطالب بحمدوك كانت واضحه جدا انه لابد من الافراج عن كل المستقلين السياسيين، لابد من العوده الى ما قبل 25 اكتوبر المشؤوم.